مشاهدينا رح تتابعوا هلا فقرة متخصصة بالتغذية، وبيسعدنا استضيف معي اختصاصية التغذية كريستال حفار. اهلا وسهلا فيك كريستال. بونجور با، بونجور. اليوم عنوان كثير حلو، وهي أول مرة بتزبط، لأنه إجمالا كل الأطباء كل شيء ستريس بيقولوا لي، ومظبوط هالمرة. مظبوط، رح نحكي ستريس وأكل، أكل قليل ستريس، أكل كثير ستريس، حلي لي إياها. اوكي، سو بدي احكي عن كيف الستريس بيأثر على وزننا. اوكي، الستريس بي ستريس، اي مين منتل ستريس وفيزيكال ستريس. نعم، المنتل ستريس رح بلش فيه. اول شيء لازم نعرف فيه هرمون بالجسم اسمه كورتيزون، بس الجسم يعمل ستريس بيفرزها كثير. هيدا الهرمون بترجلش كل شيء، ميتابوليزم، كيف جسمنا بيستعمل كاربز والفات والبروتيين. نعم، بترجلش النوم، بترجلش الانفلاماسيون، الضغط، السكر بالدم. اوكي، فاذا وقت بعصب بيعلى الكورتيزول. مزبوط، ببطل يخلي هول المأكولات شو يحترقوا ينحرقوا ينصرفوا. اوكي، سو في كذا، في شغلتين معقوله هيدا الهرمون تعملها. اول شيء بدي احكي عن الاكيوت ستريس. في عنا شيء اسمه اكيوت ستريس، يعني ستريس على فتره قصيره، وكرونيك ستريس، ستريس على فتره طويله. نعم، هيدا الشيء اللي بنسمع ناس بيضعفوا وقتها بيعملوا ستريس، وفي منهم بينصحوا اللي وقتها بيعملوا ستريس. بس واحد عامل ستريس على فترة قصيرة اللي هو acute stress، الجسم بيفرز هيدي الهرمون. بس يفرز هيدي الهرمون يعتبر انه بده يقطع الستريس اللي عم بيقطع، اللي عم نواجهه بفترة سريعة. اوكي، سو بيوطي الانسولين وبيحرق، بيستعمل الستورز اللي فيه بالجسم تنحرق انرجي تنتخطى الشيء اللي عم بيزعجنا. اوكي، هيدي الاكيوت ستريس فيها تكون من ورا فاينلز، عنا اكزامز، عنا بروجي، عنا شيء عم ننطره وعم نتعب انه بدنا نقطع. اوكي، هيدا الستريس الفجائي والقصير. يس، بخلينا ما ناكل، بخلينا نحرق اكثر. اوكي، فما بنطلب سو لهيك حتى لو طلبنا اكل. بس نحرق اكثر، ذاتس واي بنصير مثل كانه مفكر انه ميتابوليز ستريس. في منهم بيقولوا انه على ستريس بنحرق اكثر، ميتابوليزم بيسرع. اوكي، بس هيدا شو يعني؟ اوكي، يعني بصير جسمنا عم يحرق كل شيء ستورز. بس الشيء اللي عم نحرقه غلط، يعني مزبوط عم نحرق فات، بس كمان بنكون عم نحرق بروتيين. البروتين سينس ما في ستور، يعني ستورج بالجسم، البروتين هو من المسل، سو بصير عم نحرق كمان مسل. خليني اخذ منك اكزامبل. يعني انا اليوم كثير معصبه، ما في شيء رح يفشل خلقي غير مثلا لوحين شوكولا وكيسين شيبس. بتحسي حالك عن جد مش قادره، لانه يمكن وطل او علي الكورتيزول. yes. علي الكورتيزول، صح؟ مزبوط. فانت بتتناولي هالمأكولات، انت عم بتقولي هو بينحرقوا بسرعه وبياخذوا معهم البروتين. مش بهيدي الكيس. نحن عم نحكي ان كيس في شيء بدنا نخلص منه بسرعه، مش اذا هلا قاعدين وعاملين ستريس. يعني تنقول اذا واحد كل يوم بيعمل ستريس بالشغل، هيدا بيعتبر كرونيك ستريس، لانه على فتره طويله. بس يكون في ستريس على فتره طويله، الكورتيزول يلي بيفرزه جسمنا بيعلي الانسولين كرمال نخزن اكثر، وبيوطي الميتابوليزم عنا اكثر. سو بس يوطى الميتابوليزم ايفنشلي بنصير عم ننصح 100%. بلس بيزيد الكريفنجز، يعني بصير نستحلي قصص سويتس، كيس شيبس، شوكولا. طب ليه بنستحلي هول الشوجر السريعين يعني؟ لانه بما انه الانسولين بيعلى بالجسم بيكون عم نخزن اكثر، سو جسمنا بيرجع بيعمل كريفنجز سويتس. طيب، اكثر. بلس بخربت سايكل السليب، سو بس خربت سايكل السليب كمان بيزيد الكريفنجز عنا. نعم، فينا نخدع هذا الستريس يعني. yes. بالاكل، بلا ما نروح نعمل كريفنجز على هالاكل، في شيء ثاني بديل يعلي لنا المزاج والمود؟ يس. اوكي، لانه هيدا الهرمون بس تعلى بتسبب هيك، كيف بدنا نوطيها تنقدر نتخطى؟ لانه بس واحد يكون عنده كورتيزول عالي بجسمه ما بيعود بيلاقي كثير صعوبه تيضعف. سو كيف فينا نتخطى؟ اول شيء بس واحد يكون عنده ستريس، ايفنشلي بصير ايموشنال ايتر، سو بصير بياكل شو ما بيطلع قدامه، بلس بيقفي وجبات لانه على ستريس. تنقول واحد ما بيلحق شغل الصبح، بيقفي الترويه، بصير عم ياكل اكثر بعد الظهر لانه بضل جوعان واصلا عنده كريفينجز. سو كيف فينا نتخطى هيدا الشيء؟ بدنا نعمل باترنز، يعني بدنا تنقول الويكندز نحضر اكل الجمعه، بس نعمل ستريس وكون بدنا ناكل، ما نقول انه خلص بطلب شيء بسرعه تاختصر ماء الجلاده، اطبخ ماء الجلاده، نبش على شيء هيلثي، بطلب فاست فود او بفتح شيء شوكولا او كيس شيبس. سو بنصير بنحضر قبل اكل يلي بدنا ناكله. أوكي، بس كريستال اوقات الراس بيبعت لك صور
يعني ببعت لك صور اكل بتنصح وقت تكوني عامله. اكزاكتلي exactly. سو so, مش بس هيك، اول شيء الاكل يلي فينا ناكله تنوطي الستريس ليفل بالجسم هو كل شيء فيه اوميجا 3. اوكي. ان كان سالمون، تونه، كل شيء سي فود. الشيء كمان بيساعد يوطي هو المغنيسيوم، الافوكا، البنان، الخضره بتكون خضره كثير كمان بيساعد، والدارك شوكليت كمان بيساعد. كمان تنوطي هيدا الليفل تما يصير في عنا هول الايمجز يلي عم بيوصلنا بالراس، فينا نمشي. بس تنمشي هيدا سبار يلي اكثر شيء بيساعد هو المشي. كون عم نمشي بالطبيعه على البحر او مع حدا من اصحابنا نحكي تننسى الشيء اللي عم بيعملنا ستريس. يعني حلو اذا فكرنا انه مش حق علينا، هي هيدي الكورتيزول نحن بدنا نوطيها. مزبوط. في فحص دم للكورتيزول؟ يس في فحص دم بينعمل، لهيك الناس اللي ما عم بيلاقوا صعوبه تيضعفوا في كذا فحص بيعملوه ضمن هو فحص الكورتيزول. طب اللي عنده الكورتيزول عالي حكما عنده وزن زايد؟ اذا عالي لليفل معين وعلى فتره طويله يس بيكون، لانه أوكي. في كثير ناس بنشوفهم بيقولوا انا كنت اضعف قبل وقت اعمل نفس الدايت، ليه هلا ما عم بضعف؟ بيكون هلا حياتهم غير، حياتهم هلا ستريسفل اكثر وعندهم كثير قصص هموم على راسهم، جسمهم منه قادر انه يضعف بهيدي الفتره لانه الانسولين عالي، ميتابوليزم واطي، الكريفنجز عم بيزيدوا، النوم ما بيكون مزبوط، هو كله بياثر، سو المفروض بسايكل. ايه طيب ليه بيقولوا الناصحين هن هابي بيبل؟ مثل ما وجوزها مريحة هيدا الشيء بيكون بالقلب لأنه الناس هن مش مبسوطين لأنه بس مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي أنه بس حدا يتجوز وبتزيد المسؤولية والريسبونسابيليتي الهموم أكثر حسب يعني أكيد كل سو الستريس بضلوا عالي على فترة طويلة لهيك الشخص بيصير بينصح كثير يعني مثل ما كنت عم بقول لك بكون عندي بيشنتس عطول بنسال شو اللي تغير بالاول one of the questions انه شو اللي تغير تبلش ينصح شو اللي تغير ان كسيستم حياتهم او whatever اكثر شيء بيجينا انه من بعد ما تجوزنا بلشنا ننصح which is normal اكيد. طيب هيدا الكورتيزول بينعمل الواحد فيه يروح يعمل فحص دم كورتيزول لحاله yes. فينا نعمل هيدا الشيء شو الليفلز تبعه اذا كان فوق ال 15 حسب هلا كمان أوكي. هو اصلا دكتور بيتابع yeah. في ليفل معين بس يكون فوقه هون بنعتبر انه اوكي صار وقت صار لازم نركز قبل على هيدي الهرمونز وبالاكل بالاكل مش بالدواء لا أوكي. بالاكل وباللايف ستايل لانه اللايف ستايل هو اللي بيعلي وبنوطي في كمان طريقه تنوطي هيدا الهرمون هي المساج لهيك الشخص المختص اللي عم بيعمل مساج للكرمال انتي ستريس في بوينتس كمان بيكون عم بيسيبهم كرمال يوتا ليفل اوف كورتيزول سو هذا الشيء كثير بيساعد اوكي في ناس تلزق للاكوبانكتشر مزبوط هذا كان قصدي سو بس واحد عن جد بده يضعف وعم بيعمل دايت الدايت مش بس اكل هو هول لايف ستايل تشينج حبيتك تفكيرك قديش كامش الامور من كل الجهات يعني مزبوط. ما في شيء انه لا بلا طعمه انه فعلا كل شيء بيأثر مزبوط اذا غيرنا حياتنا نحن عم نخدع هيدا الهرمون مزبوط. اللي ما قلنا فيها يعني صار الستريس احنا شو بدنا نعمل؟ لانه اذا مثل ما كتاب قال لك قد ما اكلنا اذا كنا عم ناكل شيء هيلثي وجسمنا ميتابوليزم وطي وعم بخزن كل شيء رح نلاقي كثير صعوبه تنوطي سو بدنا نلجا لقصص ثانيه تنوطي تنقدر نضعف. اوكي. في كمان كتاب قال لك في منتل فيزيكال ستريس، الفيزيكال ستريس يعني اذا الشخص عنده وجع ان كان رقبه وجع او نفخه ذاتس واي اندايركتلي الناس اللي عندهم انتوليرانس يلي في اكل مش قادرين يهضمون بلاقوا حالهم عم بينصحوا اكثر لانه الجسم بيكون عامل انفلاماسيون. اوكي. سو بوقت يكون الجسم عامل انفلاماسيون ما بيقدر ينزل ولا جرام لانه الجسم اول شيء لازم بفوت بسرفايفل مود يعني ما بيهم الويت لوس سو ما بيل بانه ينزل وزن ذاتس واي بنلاقي صعوبه اكثر. سو ان كان اللي صار فينا بعد الكورونا رجعنا كلنا نصحنا مزبوط لانه الجسم بده يرجع على الحياه اكزاكتلي اوكي وشخص يلي من كثر ما هلا الناس قاعدين على بالاوفيس وكل شغلهم بيكون على المكتب كمان بيواجهوا وجع رقبه وجع ان كان او غير اوجاع مثل الظهر او الويت بياثر كمان على الركب وهيك هذا كمان بيرجع بفوت سايكل يعني اذا شخص اصلا عم ياكل ان هيلثي صار عنده وزن كثير بياثر على الركب او على الظهر بفوت الجسم بستريس بيعمل انفلاماسيون بيعلي الميتابوليزم بيعلي الويت اكثر سو هيدا اتس ا سايكل ذات يو هاف تو بريك ذاتس واي مهم الشخص بس يكون عم بيعمل دايت يكون
مش بس دايتيشن، لازم كذا حدا مختص لهيك. اتس بيتر تا حدا يكون سراوندد بكل الميديكال تيم. برايك اللي عنده وزن لازم يروح على اي اختصاص بالاول؟ اول شيء اتس بيتر تو فايند ا دايتيشن تشتغل مع دكتور بنفس الوقت، هيدا احسن، هيدا بس كيس سيناريو. بس حدا يروح على دايتيشن ودكتور بيكونوا عم بيفحصوا ميديكال. دكتور شو اختصاص؟ جنرال دكتور بالاول، بعدين بصير بيقول له انه لازم تروح اندوكرين او لازم تروح وات ايفر. اوكي. سو ذا بيست ثينج از تو سي بوث دكتور ودايتيشن بنفس الوقت. لانه تروح عند دكتور بيقول لك عندي وجع ضهر، رح ضعف لك 2 كيلو، طب ما هيدا الانسان يمكن نصحان وعامل ستريس. اكزاكتلي. يعني هيدا اللي انت عم بتقوليه. اوكي. ذاتس واي احيانا انه تكونوا الاثنين مع بعض. اوكي. سو بس يكونوا الدايتيشن والدكتور مع بعض بيشيكوا على كل شيء بخص الويت وكل شيء ميديكال، لانه قلنا كمان الهيلث بياثر على الويت. سو يعني بس واحد يكون عنده وزن زياده مش بس ضروري يكون انه هو بياكل كثير، فيه يكون في وجع بجسم او انفلاماسيون او في كذا سبب ليه واحد يكون عنده ويت. صح. على كل حال هذا يعني اكزامبل كثير بسيط، اوقات واحد اذا وجعه راسه دغري بيروح على عجين شوكولا. بصير نفتكر اذا اكلنا ملح بركي بنصح، اذا اكلنا حلو بركي بنصح. هون شو بيكون عم بيصير بالكورتيزول؟ اول شيء يس الكريفينجز بيزيدوا على اساس كل شيء شوجر اكثر. ليه؟ لانه بتفكري انه اذا اكلتي هالسويت رح تنبسطي، وانت بتنبسطي بلا حستا، بس بعدين بترجعي تخزن، رجع عملك ستريس اكثر، منك مبسوطه مع حالك لانه حسيتي حالك انصحتي، بترجع بتفوتي بهيدا السايكل. اوكي. كريستال، الاولاد اللي عندهم اوفر ويت كمان ممكن يكونوا قاطعين بالستريس ونحن مفكرينهم بس عم ياكلوا شيبس. في اولاد مزبوط، في اولاد بيكونوا قاطعين من ستريس، في اولاد يلي اكزامبل يلي بشوفوا اهلهم كثير عم بيتخانقوا او يلي بيكونوا عم بيقطعوا بالديفورس، بتلاقي كثير اوقات اولاد تشابي او بيكون بالبيت تعاملوا مع الاولاد غلط كمان. اوكي. بيكون الصبي كثير ستريسفل وعلى فتره مبلا، كمان هول كله بياثر. اكيد بنشوف هيدا الشيء عند الكبار اكثر، بس مش يعني عند الصغار ما نغض النظر يعني. مزبوط. نعم. وبس نكون بهيدي الحاله ذا بيست ثينج تو دو انه تو افويد كل شيء الكول وكل شيء شوجر فود اكثر، يعني كل شيء سوفت درينكس نتجنبه، كل شيء مصنوع من كل شيء بروسيس فود لازم كمان نتجنبهم. هول كمان بيزيدوا الستريس اكثر. سو بنركز على كل شيء اكل فيه مغنيسيوم، فيتامين البي، فيتامينز، بروتين، لانه بروتين كمان بيساعد انه يوتا كرمال الانسولين سنس بيكون عالي. اوكي. يعني وقت نحن نلجا للمقالي والبطاطا بنحس خي هلا ارتحنا يعني من بعد جاط بطاطا، وهيدا راسنا عم بكذب علينا. مزبوط. بتفكري انه بتنبسطي، بس اصلا بس تكوني بهيدا السيناريو بتحسي اصلا من بعدها بترجعي بتعملي ستريس انه شو عملت. بتنصحي. مزبوط. طيب خلينا نحكي هيدا السيركل، يعني أوكي. اليوم بيعلى الفات بتفوت بستريس. مزبوط. بطل تحبي شكلك على المرايه، بتضلك عايشه بهيدا الستريس، وعندك ستريس انه منك قادره تعملي دايت. اكزاكتلي. كيف بتكسري هيدي الكيرس؟ او مثل ما قلتي بس تفوتي، ما عدا انه بس تنصحي بتعملي ستريس على جسمك، كمان بكون عم تعملي انفلاماسيون بجسمك، يعني بس تفوتي توكسينز على جسمك اندايركتلي بيكون عم بيصير قصص. يعني الكبد بيتاثر، الدم بيتاثر. Yes. كل شيء بيتاثر. ذاتس واي اول شيء تو بريك ذا سايكل شخص لازم يقتنع انه بده يطلع من هيدا السايكل. ما اللي عنده ستريس ما بيقدر يقتنع، يعني هيدا شو هي هيك الكي المفتاح. اوكي. بس حدا ما انه قادر يروح او يقتنع انه لازم، اكيد في حدا بده يجره، بده حدا يهتم فيه تيقول له. او اوقات بنلاقي انه بيكون في اويرنس، لازم نكتر الاويرنس توعية. بيكون عم نحكي على مثل مثلا اليوم عم نحكي على هيدا التوبيك، في ناس بحس بيعتبروا حالهم انه معنيين وشو لازم ببلشوا بياخذوا اكشن على تا يتخطوا. اكيد في ناس تانيين هلا عم يحضرونا هن اندر ويت وهن كمان بستريس، بس بيقولوا اوكي هلا عم تخبرنا كريستال بس نحن عندنا ستريس وكرونيك ستريس بس نحن عم نضعف. مزبوط. شو الخلل الهرموني هون؟ الشخص يلي بيكون عم بيضعف كثير على الستريس مثل ما قلت، هلا اذا شخص حسب كمان اللايف ستايل، حسب الستريس قد ايه فتره وحسب يور ريسبونس. يعني في منهم الناس اللي عن جد ما بياكلوا ابدا وقت الستريس اكيد ايفنشلي رح يضعفوا، حتى لو بطئ ميتابوليزم ما بياكلوا شيء بالمره. بس في ويت معين تيكونوا لهون، يعني ما في حدا يكون اوفر ويت وعمل ستريس انه بلش يضعف، تنقول اكيوت ستريس عم يضعف، ما رح يوصل ليصير اندر ويت. شخص يلي عنده ويت عادي وعمل ستريس ووطي
هون اوكي فينا نلاقي هذا السيناريو، بس هذا بيرجع بيردون يعني ما انه شيء تخلص الفاز اكزاكتلي exactly. هول كلهم بينردوا مثل ما قلت، لانه بتكونوا عم بتشيل ماسلز كمان، سو عم بيشيل بروتين، بروتين بيشيلوا من الماسلز، سو ميتابوليزم لانه ماسلز بيكون عم بيصير ويك، سو كمان بيبطئ. نعم سو بس يرجعوا ياكلوا عادي بعد انه ستريس، ما بيقدروا ياكلوا انه ستريسفل سيتويشنز وهيك، بيرجعوا بياكلوا بصير بينصحوا بعد اكثر لانه خف الميتابوليزم شال الماسلز. امتين كمتخصصه بالتغذيه بتقولي خلص انت لازم تبلش ادويه؟ بغض النظر شو هي يعني، بس في منهم دغري لازم يبلشوا ادويه حسب الشخص، لهيك لازم ينعمل فحص دم بالاول. بس تعملي فحص دم لهيك كثير مهم يكون في دكتور مع الدايتيشن يشتغلوا بنفس الوقت، لانه اذا الدكتور لاحظت انه في سيمتومز مضطر الشخص يعمل فحوصات دم وطلع عنده كام عينه، ان كان غده او هاي كورتيزول او شيء او شيء بيحتاج لدواء، لازم دغري يبلش ياخذ حسب اكيد الدجري. بس على طول بيكون فيرست لاين اوف تريتمنت هو الدايت، بس نعم. ينعمل دايت على تقريبا شيء 3 اشهر وما مشي الحال، ساعتها بنلتجئ للادويه. أوكي. بس ما فينا نقول هالشيء على الكل، لانه مثل ما قلت اذا في حدا كان اوبيز يعني كثير عنده وزن زياده وعنده كمان مشاكل بالقلب وكذا شيء بيضره، بركي يضطر يبلش دغري ادويه تنخفف السيمتوم. بس مثل ما قلت حسب دكتور بتقرر هذا الشيء، لانه اليوم كثير عم ينتشر على السوشيال ميديا ادويه مزبوط. يعني كله سريع، لان هلا كلنا نحن yes. مفكرين يعني ميامي بيتش مع احترامي يعني لكل الصبايا، بس انه خلص في عمر معين واحد لازم يقتنع انه exactly. هيدا هو الانسان. بنركض على هول الادويه لنضعف yes. بسرعه بلا ما نفكر انه ممكن هن يعملوا لنا اصلا ستريس. مزبوط صح. هول الادويه مثل ما قلتي، هلا الناس كلهم عم بيلتجوا على شيء سريع، بالاخص انه هلا بلشت الصيفيه وهلا وعيوا انه بدهم ينزلوا بالوزن، سو بيلتجوا على اسرع طرق. سو عم بيتاخد ادويه ما لازم يتاخدوا، في منهم بلا بيساعد، في منهم انه بيضطروا ياخذوا حسب كمان عم بقول الجسم قديه البي ام اي تبع الشخص، يعني قديه وزنه بالنسبه لطوله، واذا في هيلث ايشوز ثانيه اوكي او الهابت، ساعتها بيكون في ادويه بيساعدوا. عظيم. بس بدي ركز على دواء معين بعد ما عندي دقيقتين. ادويه السكري يس هلا كثير رائجه، ناخذ لك حبتين شو خطورتهم كريستال؟ بس شخص ياخذ دواء سكري مثل هول الشوتس اللي كنا بنحكي فيهم من في شوتس بتنعمل بالبطن، في حبوب بيتاخذوا بدوزاج عالي، ايه شو بيعملوا هول؟ هول الحبوب بس يتاخذوا او الادويه هول عم نحكي عنه بس يتاخذوا لشخص ما عنده سكري بيكون عم بيلخبط جسمه، لانه هيدا بيلعب على الانسولين. بس الشخص اصلا نحن جسمنا بيفرز انسولين اوكي، سو شخص عم بيفرز انسولين جسمه عادي واخذ الشوت بيصير بيتكل اكثر على الدواء، ببطل جسم بيفرز انسولين، سو بس يوقف رح يفوت بمشكله ثانيه. هيدي اول شغله. ثاني شيء معقول يلاقي يقشو ضغطه، يبلش يستفرغ، واذا بيوتا كثير السكري عنده معقول حتى يفوت كوما. هول القصص كثير خطيره، بيعمل هايبوكليس. مزبوط. بس نحن ليه بنشوف انه في ناس عم بيستفيدوا؟ الناس اللي بيكون عندهم بالي فات ايفنشلي عندهم مشكله انسولين، لانه ذس از انه واي ذي هاف بالي. يعني كل شخص بيلاقي عنده مركز الدهون على منطقه البطن، رجال ونساء، ما بقول لازم ياخذوهم، لا بس يعملوا فحص. مزبوط يعملوا فحص، بس انه لهيك بنلاقي الناس ما بيروح عند دكتور وبياخذوا بيقولوا ايه بس انا بعرف حدا استفاد، بكون هذا الشخص بيكون استفادت او استفاد، لانه بيكون عنده اصلا مشكله انسولين ومنه عارف واخذه وثاقبت وظبطت وضعفه كثير. بس شخص عنده شويه بطن او عنده شيء هيك وحتى ما رح يضره كثير، معقول يعني حتى يفوت اوبيتال. سو بركي هول بركي الدكتورز ذي بريسكرايب بركي ذي وود بس لازم اكيد الدكتور هو يقرر تحت مراقبه طبيب، لانه بيضرهم اكثر بكثير مما اقول يتوقعوا. في اشياء طيبه وبتضاعف هيك لاختم معي تكون اعطيتينا حل يعني هيك شيء طيب وبضاعف شوكولا كنت عم اقول لك دارك شوكليت فيهم ممكن نعمل نوتيلا الضعيف؟ لا فينا ناخذ معها خسه بتصير اوكي. لا عن جد في شيء هيك بالسوق افوردبل؟ الدارك شوكليت بيساعد بالويت لوس وبلس ساتيسفاينغ. ليه؟ لانه فيه مغنيسيوم مثل ما كنت عم بقول بيساعد يوطي الكورتيزول، بلس فيه انتي اوكسيدنت كمان بيساعد ينظف الجسم. طيب وشوكولا يا ريت البطاطا مثلا مقليه بتضاعف
طب خليني اخر شيء اتركوني دقيقه. هلا دراسه بتقول اذا اكلت مثلا الالياف بالاول، الخضره مزبوط، البروتين، بعدين اخر شيء لقمشت البطاطيت بيروحوا بالسيستم ما بيعلى الجلايسيميك اندكس، بتنصحي ولا لا؟ ولا بس الجلايسيميك اندكس كمان حسب قد ايه كوانتيتي، حسب قد ايه كوانتيتي من كل شيء، لانه اذا كنت عم تاكلي كل شيء فايبرز وهيك وكل شيء لازم تاكليه بالاول وجسمك ممتص وكل شيء، ببطل بقى في تشانس انه ما يعني وقت نزعبر بنزعبر فيهم اخر شيء. لا ما كثير، مش هالقد يعني. ما زبط. فاذا ضروري يعني اليوم مثل ما عم تقولي كريستال، ضروري نكون دايتيشن وطبيب مرافق، بليز ما تاخذوا ولا دواء عم نشوفه ولو هن ادويه سيفه مع هذا سبيشالست يساعدهم. ثانك يو لك كريستال. فاصل بسيط مشاهدينا ومنتابع.